للمزيد حول الصراع بين الميليشيات في ظل انفلات السلاح ومآلات ذلك على استقرار وأمن العراقيين، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله سلمان، بداية مرحبا بك. الصراع بين الميليشيات يكاد لا ينتهي، هو مستمر، ليس آخرها ربما ليس آخر هذا الصراع هو ما حصل بين عناصر ميليشيا فرقة العباس حول النفوذ والثروة، كيف تقرأ هذا الصراع؟ بداية تحية لك وللكادر قناتكم ومشاهديكم الكرام. حياك الله أستاذ. الصراع في العراق ومرده هو الفساد، وبالحقيقة لنوضح الفساد بالضبط، يعني ليس يكون الفساد الإداري أو غيره، وأنه الفساد المادي، السرقة، يعني سرقة أموال العراقيين أصبحت هي السبب الأول والأخير لكل هذه الصراعات والتناقضات التي تحدث ما بين الأطراف والميليشيات والأحزاب والكتل. هذه هي المشكلة الأساس في عملية الانتفاضة الأخيرة اللي عملوها داخل فرقة العباس القتالية، مجموعة تدعي أن القائد سرق، وهذا القائد لما يسرق لا يسرق لجيبه الخاص، بالتأكيد هناك هرمية في السرقة، هناك يعني لا نحددها بالفساد، سرقة فعلا. السرقة هناك المجموعة أخرى أعلى من تأخذ منهم حصتهم من السرقة، فإذا السرقة منظمة، سرقة أموال الشعب العراقي منظمة وهرمية بشكل صحيح، وهذه هي من نتائجها الخلافات والصراعات التي تحدث بين كل كتلة وحزب ومجموعة وميليشيا. طيب أستاذ عبد الله، هذه المرجعية بطبيعة الحال لها مقلدين، يعني سواء داخل العراق أو خارج العراق. هذا الفساد وهذا النهب ألا يحرج؟ طبعا هذا النهب الذي يعني تقوم به زعماء الميليشيات، ألا يحرج ذلك المرجعية، وخاصة أن هناك علاقة مع وكيل المرجعية أيضا أحمد الصافي النجفي؟ يعني ألا يحرجها أمام مقلديها في الداخل والخارج؟ أنا كسياسي أقرأها بشكل سياسي وليس بشكل ديني. هذا يعني بداية الأمور، هناك شعار أو هناك رئيس ديني طرحه الكثير من السياسيين العراقيين على قنوات رسمية، منهم القاضي رحيم العقيلي والنائبة عالية نصيف وغيرها الكثير، قالوا هناك فتوى موجودة تقول إن أموال العراق أموال مجهولة يمكن الاستيلاء عليها مقابل دفع الخمس. هذه الإشكالية لم تحد ولا توجد الجرأة الحقيقية للمرجعية أو للجهات الدينية إن كانت هذه الفتوى صحيحة أو لا. كل ما يسرق بالعراق هو معتمد على هذه النقطة، هذه النقطة يجب أن تحل بجرأة وبشجاعة. أما الفساد الذي يحرج الآخرين فهم الآخرين مستفيدين منها، فليش يحرجهم؟ يعني ولا هناك تأثير شعبي يعني لمقلدين. المقلد هو إذا اعتمد على هذه الفتوى وسرق أموال العراق وسرق مال الشعب العراقي، على المرجعية أن تكون جريئة وشجاعة وتناقش هذه المسألة بحقيقة أن مال العراق هو للشعب العراقي وليس لأحد. الحق في سرقة دائما بعد كل عمليات، بعد كل صراع على النفوذ والثروة، يعني تكون هناك مبررات، يعني المبررات لميليشيا فرقة العباس من جانبها أرجعت ما حدث إلى ما وصفتها بفتنة أشعلتها أطراف خارجية. يعني هذه المبررات ليست جديدة بطبيعة الحال، إلى أي مدى تكون هذه المبررات يعني يقتنع بها المواطن العراقي وتنطلي عليه؟ المواطن العراقي اليوم يعرف كل المسائل وكل التفاصيل، ولا يفهم هذه الأقاويل وجهات خارجية. هم يقصدون بالجهات الخارجية الحشد الولائي على أساس أنه الحشد الولائي يقف بالضد من حشد المرجعية، هذا هو هم ما يقصدون هذا. ولكن هذا لا يهم المواطن العراقي، كل ما يهم المواطن العراقي أن لا يصل الشر هذه الصراعات إلى أبرياء، إلى الأبرياء. هذا ما يهم المواطن العراقي. المواطن العراقي كل ما يهمه هو إرجاع ماله المصروف. المواطن العراقي يهمه أن لا تسرق ماله،
المواطن العراقي يريد هذه الأموال توظف لصحته ومدارسه وخدماته. طيب، الانشقاق الذي وقع بين صفوف ميليشيا العباس، يعني مرجعه أن منتسبي هذه الميليشيا يتهمون زعماء الميليشيا باختلاس الأموال والتصرف بها بأمور شخصية والاستثمار بها لصالحهم. يعني هذه التهم، يعني كيف تقرأها من حيث إدارة الأمور داخل هذه الميليشيا؟ سهم مبرد إذا رميته على أي مسؤول عراقي سيصيبه بالقلب. لا يوجد مسؤول عراقي اليوم في الدولة، من مدير عام فما فوق، من رئيس ميليشيا، من قائد ميليشيا، من رئيس أركان ميليشيا، من رئيس أركان جيش، إلى شرطة، إلى أي فصيل، هذا السهم يصيب. الفساد موجود، فأي واحد يتهم واحد بالفساد هو له مبرر. يعني السرقة موجودة، وإحنا قلنا لا نريد أن نقوله فساد، أنه سرقة أموال الشعب العراقي. هذا التوضيح ضروري جدا، أنه سرقة أموال الشعب العراقي. فبالتأكيد هي سرقة، و لكن احنا نقول دائما انه هذه السرقه هرميه، وهناك من ياخذ من هذه السرقه لصالحه لتغطيه المسؤول الادنى، لان المسؤول الادنى مطالب من المسؤول الاعلى حصه من المال الموجود عنده، وهذا بحكم تعيينه. نعرف احنا الوزراء بكم مليون يتعين، ومدير العام بكم الف دولار يتعين، كل هذه مطلوبه من عندهم. فاذا اي مسؤول عراقي بالميليشيا او غير ميليشيا تتهمه بالفساد، أنت صائب ولا عندك مشكلة قانونية. ولكن أين موقع رئيس الوزراء من هذا الصراع؟ يعني بحسب القانون، ألا يعد رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة؟ ألا يعد مسؤولا عن الفوضى الجارية في العراق، فوضى السلاح المنفلت الذي يمكن أن يتطور في أي لحظة إلى صراع وإلى يعني اقتتال يودي بحياة الكثير من الأبرياء؟ هذا الوضع اللي تحدث عنه، هذا لما يكون الأمور اعتيادية ودولة حقيقية وقانون. إذا هي الكتل السياسية التي أنشأت النظام السياسي وأقرت قوانينه وأقرت دستوره وأجبرت الشعب العراقي على قبوله بالخدعة والفساد الإداري والمالي، أنشأت هذه الكتل هي نفسها تخرق القوانين ولا تلتزم بالقوانين إلا التي يتماهى مع مصالحها. فرئيس الوزراء هو جزء من هذه الكتلة، وهو الأضعف ما بينهم، لأنه غير مستند إلى شيء، وهم جاءوا به تكملة لصورة النظام السياسي. يجب النظام السياسي أن يكون رئيس وزراء، وإلا لا دور لا رئيس الوزراء ولا قائد عام القوات المسلحة. قائد عام قوات مسلحة لا يستطيع تحريك واحد من البيشمركة في أي مكان بالعالم، في العراق، ولا حتى في الميليشيات، ولا يستطيع تغيير. هسه الآن هذه الفصائل التابعة إلى العتب، هذه تابعة إلى رئاسة القائد العام قوات المسلحة، هل يستطيع تغييره؟ لا يستطيع، لأنه هو فارغ من أي مسؤولية، هو لا يستطيع تطبيق أي مسؤولية باتجاه قيادتك كقائد عام القوات المسلحة. كما هو معلوم أستاذ عبد الله أن العراق بلد غني بثروات، رغم يعني ارتفاع معدلات الفقر ويعني والفساد الموجود في جميع مفاصل الدولة. يعني هل تعتقد أن هذه الأموال وهذه المغانم ستؤدي بالتالي إلى مزيد من الصراع أو التصدعات داخل منظومة الميليشيات في العراق؟ بالتأكيد، هو هذا الذي دائما يحدث. كل القتل والتدمير للشعب العراقي كل نتيجة صراع على هذه المغانم، والمغانم هي سبب تدمير الشعب العراقي، والنفط بالذات وموارده أيضا تذهب إلى جيوب هؤلاء، وهؤلاء بالتأكيد ستحدث الكوارث بسبب هذه المطامع التي يسعون إليها، لأنه لا وجود قانون، لا وجود دولة، ولا يوجد حس وطني عند هؤلاء جميع المسؤولين العراقيين الموجودين حاليا. الوطنية عندهم أمر ثانوي وليس مسؤول فقط يتبجح به عندما يكون في الإعلام، أما في الواقع السياسي هو فاسد وسارق ولا يهمه مصلحة الوطن ولا مصلحة الشعب العراقي. عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.